أكثر ثلاث حشرات مزعجة وبتسبب قلق وإزعاج في المنزل. أول حشرة رح نحكي عن السمك الفضية، ثاني حشرة رح نحكي عن قمل الخشب، ثالث حشرة رح نحكي عن خنافس السجاد، ومنتشرة في منازلنا بشكل كثير كبير وبتسبب ضرر وبتسبب قلق ومشاكل كثير كبيرة عند تواجدها. هاي الحشرات بتقرص ما بتقرص، بتسبب آلام، بتعض ما بتعض، راح نتعرف عليها بالتفصيل إن شاء الله، وراح نحكي عن كل حشرة بشكل مفصل. راح نحكي يعني معلومات بشكل عام حتى إحنا نقدر نعرف أو نميز شو هاي الحشرة الموجودة عندنا ونقدر نتخلص منها بكل سهولة إن شاء الله. أول حشرة راح نحكي عنها قمل الخشب. قمل الخشب من الحشرات بيضاوية الشكل أو طولية الشكل، يميزها الجسم مقسم إلى أكثر من قسم، 10 إلى 12 قسم. هذا الحشرة الأدلت، الحشرة الكاملة. يعني إحنا لما نحكي قمل الخشب بنفكرها إنها بس بتهاجم الخشب، لا، اللي هي بتتواجد أو بيكون سبب تواجدها في المنزل هو الرطوبة بشكل أساسي. الحشرة ما بتقرص، ما بتسبب تحسس، ما بتسبب أي حكة أو أي ضرر على الإنسان. ممكن تتغذى على المواد المتحللة، ممكن تتغذى على المواد المتعفنة، هاي أهم أضرارها، أما على الإنسان ما إلها أي ضرر نهائيا، زي ما احنا شايفين في الصورة والفيديو الموجود أمامنا. ثاني حشرة السمك الفضية. السمك الفضية أيضا من الحشرات اللي بتظهر بسبب الرطوبة وتظهر في الأماكن المظلمة. سبب تواجدها في المنزل نفس ما حكيت لكم الرطوبة، جسمها يعني هي الحشرة هاي بتنتشر في المساء أو بتظهر في الليل. يعني احنا بدي احكي عنها لانه ظهورها يعني بيعمل قلق او ازعاج، بس هي هاي الحشرة ما بتقرص، ما بتسبب ضرر على الانسان، ما بتسبب اي مشاكل وما بتسبب اي اضرار على الصحة والانسان نهائيا. انا حبيت بس احكي عن هذول الحشرات، منتشرات بشكل كثير كبير، بتسبب اضرار يعني مش كثيرة ولكن بتسبب الازعاج بالدرجة الاولى وبشكل كثير كبير. ثالث حشرة خنافس السجاد. خنافس السجاد يعني كثير من الأشخاص بفكروها بق الفراش. بق الفراش مختلف اختلاف كلي عن خنافس السجاد. بق الفراش بيضاوي الشكل، لونه محمر، بسبب قرص، بينما خنافس السجاد بيضاوية الشكل ولكن يوجد منها نوعين، الخنافس السوداء، خنافس السجاد السوداء، وخنافس السجاد المبرقشة اللي عليها بيجي نقاط بيضاء سهل تمييزها، ويرقاتها بتكون لونها أسود عليها شعيرات سهل تمييزها، بتبين بشكل كثير يعني في الأماكن الرطبة في الأماكن المظلمة. أضرارها نفس ما حكيت لكم ما بتقرص، ما بتسبب تحسس، ما بتسبب أي أضرار على الإنسان ولكن تسبب أضرار مادية، تتغذى على الصوف، تتغذى على الحرير، تتغذى على المنتجات الصوفية، تتغذى على الملابس، يعني هاي أكثر أضرار أو أضرارها على الإنسان. يعني أنا حكيت عن ثلاث حشرات تقريبا منتشرة في وقتنا حاليا، خنافس السجاد، أيضا حكيت عن قمل الخشب، وحكيت عن السمك الفضية. بشكل عام معلومات وصور، يعني حبيت أخليك تعرف إيش هي قمل الخشب وما بتصيب الخشب، يعني ما بتسبب تلف الخشب ولا بتسبب أنفاق ولا بتسبب بثور ولا بتسبب أي شيء أو ضرر على الخشب. ثاني حشرة اللي هي السمك الفضية، سميناها سمك الفضية لأنها بتشبه السمك، إلها زوائد، إلها ثلاث زوائد خلفية، جسمها مقسم طولي، بتظهر بأماكن الرطوبة وتظهر في المساء. أيضا حكينا عن قمل الخشب وخنافس السجاد والسمكة الفضية. هذول الحشرات الثلاث أنا حبيت أحكيها بشكل مختصر، حبيت أنك تشوف الحشرة نفسها، وما حد يعني أحيانا إحنا بنشوف هاي الحشرات نحكي عنها باق، بنشوف هاي الحشرة بنحكي عنها بتضر الخشب بتسبب مشاكل، لا، هاي الحشرات تسبب بشكل رئيسي الإزعاج لدى الناس. يعني إحنا بنحب بيوتنا تكون نظيفة خالية من الحشرات، لأنه يعني في ناس عندهم فوبيا من الحشرات، في ناس ممكن يعني يشوف الحشرة في المنزل حتى لو ما كانت ضارة ممكن تسبب له العديد من المشاكل. يعني طريقة المكافحة، أي شخص عنده مشكلة ياريت يتواصل معنا على أرقام التواصل أو يتواصل معنا في الوصف، موجود طرق التواصل،
وأهم طريقة يعني إحنا ممكن نحد من انتشارها اللي هي التهوية الجيدة وتقليل الرطوبة. هاي أهم خطوة إحنا ممكن نحكيها. قبل ما أختم الفيديو بدي أحكي شغلة مهمة، إنه مش أي حشرة بنشوفها نحكي عنها بق الفراش، لأنه كثير أجاني استفسارات أي حشرة سواء سوس، خنافس، حشرات ثانية، أي حشرة غريبة، دود، يعني كله بنحكي عنه بق الفراش، أو أشخاص بتيجي تحكي عنه بق الفراش. بق الفراش أنا بدي أحكي عن بق الفراش أيضا حتى يكون عندك علم وتقدر تفرق بين هذول الثلاث حشرات بشكل يعني مفصل أو بشكل أسلس أو بشكل أسرع. بق الفراش من الحشرات البيضاوية الشكل، صغيرة الحجم، حشر نشاطها ليلي، بتمتص دماء الإنسان وبتسبب له أو بتسبب له الحكة، تهيج في البشرة، بثور على الجسم، صعب أحيانا السيطرة عليها. يعني ممكن في أشخاص كثير يعني بتواصلوا معي بيحكوا لي رشينا مرة ومرتين وثلاث وما راحت، طبعا لأنه إلها طرق معينة في المكافحة، إلها طريقة معينة أو أسلوب معين في مكافحتها، لأنه ما يعني ما تنحل بشكل سريع. بق الفراش من حشرات السرير لأنه أكثر تواجدها في أماكن السرير أو أماكن تواجد الإنسان. بدي أحكي نقطة مهمة عن بق الفراش، بق الفراش موجود طول السنة. بق الفراش مش فقط من الحشرات اللي بتظهر في فصل الصيف، بق الفراش بيظهر في الشتاء، في الصيف، في الخريف، في الربيع، ولكن يزداد انتشاره ويكثر تواجده في الشتاء، عند ارتفاع درجات الحرارة يكثر تواجده، ولكن بق الفراش بيكون موجود في جميع أوقات السنة. أيضا بدي أحكي عن البراغيث. البراغيث حشرة بتشبه بق الفراش، ولكن الذي يميز البراغيث عن بق الفراش إنه الحشرة بتقفز، وسبب تواجدها الرئيسي للبراغيث في المنزل تواجد القطط. القطط بتسبب العديد من المشاكل، بتسبب العديد من الأمراض، على عكس بق الفراش اللي ممكن يسبب البثور، الحكة، التهاب جلدي، التحسس، بينما البراغيث بتنقل العديد من الأمراض، ممكن تسبب بعض الفيروسات، لأنه في براغيث له أنواع كثيرة، براغيث القطط، براغيث الفئران، وهذا من أخطر الأنواع اللي ممكن يكون تواجد البراغيث في المنزل. مش فقط القطط، أيضا الفئران أو الجرذان ممكن يسبب مشاكل. يعني أنا لما أحكي عن طرق مكافحة الحشرات أو طرق التخلص من الحشرات، يا ريت إنه نفهم شغلة معينة في التخلص من الحشرات. مش كل شيء انه بدي اروح اجيب مبيد وارش فيه مباشرة او بشكل مباشر. اهم نقطة في مكافحة الحشرات هي تحديد الآفة. انا اذا حددت الآفة او حددت نوع الحشرة، انا قدرت اكافح هاي الحشرة بشكل سلس، بشكل سريع، وقدرت اسيطر عليها بشكل كامل. فانا حبيت احكي بشكل كامل عن الحشرات وطريقة مكافحتها، انه انا اقدر احدد نوع الحشرة. في كثير بحكي لها هسه، ممكن اللي بضل معي لنهاية هذا الفيديو بحكي لي ما حكيت طرق مكافحة، ما حكيت ايش يعني ايش الفائدة. الفائدة معرفة نوع الحشرة، لانه معرفة نوع الحشرة هو اللي بحدد لي طريقة المكافحة. لانه انا لما احكي لك قمل الخشب ما بتصيب الخشب، بينما سوسة الخشب مثلا تعمل انفاق في الخشب. اذا طريقة المكافحة راح تختلف بين سوسة الخشب وقمل الخشب. لما احكي براغيث وبق الفراش، طريقة مكافحة البراغيث تختلف عن طريقة مكافحة بق الفراش، وإلها أساليب معينة وأساليب مختلفة. فأنا حبيت في هذا الفيديو أوضح هاي النقاط. بتمنى إنه الفيديو نال إعجابكم، ويا ريت أي شخص عنده أي استفسار أو أي تعليق يكتب لنا إياه أسفل الوصف، وإن شاء الله راح نجاوب عن جميع راح نجاوب على جميع استفساراتكم بشكل كامل. كان معكم أخوكم وبحبكم مهندس محمد أبو حسين، أخصائي مكافحة الحشرات والقوارض، وشكرا لكم. بتمنى لكم يوم سعيد وجميل، وشكرا لكم.